فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلهي العظيم سامحنا سامح عبادك يا إلهي العظيم أقسم عليك بمن هم مقربون من بابك أن تسامحنا وتغفر لنا ما هو هذا المكان؟ لما أتيت إلى هنا؟ كان علي البقاء في الجنة، ما الذي أتى بي إلى هنا؟ اعفو عني يا رب، اعفو عني يا رب، إلهي، لقد خدعني إبليس دون أن أدري. عفوك يا رب. إلهي ألجأ إليك. إلهي ألجأ إليك. آدم، هل سنعود إلى جنة الفردوس؟ ما هو أهم من العودة إلى الجنة هو أن نعرف أن الله عفى عنا، هذا أهم من كل شيء يا حواء. علينا أن نستمر بالتضرع إلى الله. أنا أخاف كثيرا من هذا المكان يا آدم، إنه مكان مخيف، هذا الخوف وألم العذاب. أنا أخشى من بقائنا هنا، وأخشى أيضا على مستقبل أبنائنا. حياتنا على وجه الأرض هي نتاج لما صنعناه. أخطأنا. مع ذلك علينا ألا نيأس من رحمة الله، فبمجرد هذا التفكير نكون قد اقترفنا ذنبا كبيرا. تعال نتعبد، تعال نجلس لكي نتضرع إليه جنبا إلى جنب، وأن نطلب منه المغفرة لأنفسنا. إلهي اعفو عنا، اقبل توبتنا، احفظنا من شر إبليس. إلهي لجأنا إليك ونطلب العون منك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سلام على آدم خليفة الله في الأرض. أخي العزيز يا جبرائيل، كم اشتقت إليك يا أخي. يا آدم، أقسم عليك بالإله الذي تعبد أن لا تبكي هكذا. الملائكة حزينة من سماع صوت بكائك وبكاء زوجك أيضا، وهم الآن في حالة عويل وبكاء. أرجوك أن تتوقف عن الحزن والبكاء. كيف لا أبكي وأنا قد خسرت نعم الله التي لا تنتهي؟ كيف لا أبكي وقد تصرفت بما يخالف أوامر ربي الرحمن الرحيم، فأبعدني من الجنة نتيجة ما اقترفت يداي؟ قل لي كيف لا أبكي؟ ومن أجل أن تعلم يا آدم أن ربك لم ينساك، علي أن أبشرك بأمر لكي تنسى حزنك. ما
هذه هي الكعبة، انظر إلى السماء. وجد البيت المعمور على امتداد الكعبة في السماوات، فهنا بيت الله في الأرض. عليك أن تكرم هذا المكان، لن يمر وقت طويل حيث سيقف آخر الأنبياء في المكان الذي تقف فيه، وسيدعو الناس لله. إلهي، هبني من الذرية من ينادون باسمك، وأبعد عنهم شر إبليس، واحفظهم منه. سيهبك الله ذرية وتمتلئ الأرض منهم، ذرية سيكون منها الأنبياء والأئمة الإلهيين. أيتها الأغنام، حان الوقت لأعود إلى البيت. أشكر الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم مر على خير. علي أن أعود ثانية إلى ذلك البيت الممل، ليتني كنت أستطيع القيام بعمل آخر. بكما ولدي، أهلا وسهلا. أمي العزيزة، كم اشتقت إليك. وأنا اشتقت إليك أيضا. عافاك الله يا ولدي. أين أبونا؟ أنت تعلم جيدا أين هو الآن. السلام عليك يا والدي العزيز، الجميع ينتظرك. أهلا يا ولدي. كيف هو وضع الأغنام يا هابيل؟ بعون الله جيدة، وآمل أن يكون وضعها أفضل. وأنت يا بني، كيف هو عمل الزراعة يا قابيل؟ الزراعة؟ الزراعة ليست لعبا بالأغنام، ومع الشمس والعمل المضني على الأرض لا شيء يتقدم كما يجب. وأنت بدل مساعدتي تقف أمام خيمة وتنحني. قابيل، لماذا تتكلم مع نبي الله بهذه الطريقة؟ لا مانع يا حواء، ولدنا معه الحق. عمل الزراعة أمر صعب، إذا أردت فسأساعدك أكثر. والدي، إذا سمح لي أخي فأنا جاهز لمساعدته. لم أصبح شيخا عاطلا عن العمل ليعمل الآخرون عني. أنت فكر في إنجاز أعمالك. اخجل يا قابيل. ألا يمكن أن أتناول لقمة في هذا البيت بهدوء؟ كلاهما نائمان، كم النهار متعب بالنسبة إليهما، لكنني قلقة عليهما يا آدم، أخشى عليهما من مستقبل يقترب. أستجير بالله. هما يعيشان وحدهما، وهما ليس لديهما غيرنا في الحياة. أرى أنه حان الوقت ليكون كل واحد منهما عائلة. ولكنني أفكر كيف يكون ذلك؟ كيف يمكنهما أن ينجبا الأطفال وأن يؤسسا عائلة؟
سأدعو الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الطريق الصحيح. أطلب ذلك من ربك في أسرع وقت. السلام على نبي الله وخليفته آدم. وعليك السلام يا أخي يا جبرائيل، كم أنا مسرور لرؤيتك. كيف هي الحياة في الأرض؟ نعم الله لا تنتهي ولا تعد ولا تحصى، أشكره لأنه أغنانا عن كل شيء. لقد سمع الله دعاءك واستجاب، وها هو قد أمرني لأبلغك بأنه عليك أن تختار في أسرع وقت زوجين لابنيك كي تتكاثر ذريتك في الأرض. لكن كيف ذلك يا جبرائيل؟ يد الله مبسوطة. وماذا علي أن أفعل؟ اجمع حواء وابنيك. أنا أعرفكما، ألستما الحوريتان اللتان كنتما ترافقانني دائما في الجولة النهارية في الجنة؟ أنا اسمي إقليمة، ولقد أرسلنا الله على هيئة البشر لنكون زوجتين لولديك. وأنا زولا، وما زال بإمكانك الاعتماد علينا في جولاتك النهارية. كم أنا مسرورة لأنني أراكما ثانية، كم أنا مسرورة لذلك. نشكرك يا إلهي لأنك أنزلت علينا نعمك. يا ولدي، لقد سمع الله نداءنا واختار لكما زوجتين لتنتشر ذريتي في الأرض. لقد أرسل الله لكما من الجنة حوريتين لتكونا زوجتين لكما. يا ابنتي، يا إقليمة، أنت قفي إلى جانب قابيل، وأنت يا زولة كوني إلى جانب هابيل. لقد أمرني الله سبحانه أن أزوجكما إلى ابني. بسم الله الرحمن الرحيم، سأزوجكما لولدي. إقليما. يا والدي، أنا أريد زولا، عليك أن تزوجني إياها. أنا ولدك الأكبر، وكيف تعطي الفتاة الجميلة لأخي الأصغر وتعطيني تلك الفتاة القبيحة؟ كفاك وقاحة يا قابيل، لقد تجاوزت حدودك. ما هذه التصرفات التي تقوم بها؟ تعلم قليلا من أخيك هابيل. لكن يا بني، هذا أمر الله. أنا الذي أعمل من الصباح حتى الليل على هذه الأرض لكي أجلب نعم هذا البيت، لذلك يجب أن أختار من بين هاتين الفتاتين تلك المناسبة لي. هذا حقي، هذا حقي. ما دام الأمر كذلك، عليكما أنت وهابيل أن تقدما هدية وقربانا لله من ناتج تعبكم، وضعا هداياكما غدا على هذا التل، ولننتظر ممن سيقبل الله الهدية والقربان. ألا يمكننا أن نقوم بهذا العمل في هذه الليلة؟
لا، هذه ليست جيدة. ذاك جيد. ما هذا؟ أنا تعبت كل هذا التعب وأحضرت هذا الناتج، والآن علي أن أقدمه إلى إله لا أراه ولا أسمع صوته. يجب ألا يكون تعبي لقمة سهلة عند الآخرين. لا يصح أن أجلب هذا الحرث الجيد، فلآخذ حرثا آخر لتقديمه كهدية. يكفي ذلك، بل هو كثير بحقه. علي أن أفكر في مستقبلي وأن لا أخسر حرثي. إلهي العظيم، تقبل هديتي، هذا أفضل الخرفان بين قطيعي. هذه ثمار تعبي في الأرض. على الجميع أن ينتظر. ننتظر ماذا؟ لماذا يجب أن تحترق سنابل القمح؟ إن الله تقبل قربان هابيل. أشكر الله ربي العظيم على تقبله. أنا لا أقبل بذلك، أن يحترق تعبي ويقبل الخروف الذي جلبه هابيل، هذا ليس من الإنصاف. يا قابيل، لا تخالف أوامر الله، لأنك ستغلب في النهاية. عليك أن تبعد الحسد عن نفسك. أترك هذا المنطق لوالدتي ولهابيل، فهما يصغيان لك بدقة. أنا لا يمكنني قبول ذلك. اخجل قليلا، ما الذي تقوله؟ كما قلت لك، أنا لا يمكنني أن أحتمل ذلك. بني، أنا قلق عليك. أطفئ نار الحسد في داخلك كي لا تبتلى كما ابتلي من أخرج من الجنة. قل هذا الكلام إلى من يستمع إليك. أنت تخدعنا منذ سنوات بهذه القصص والكلمات. ابتعد من هنا يا قابيل، ابتعد، ولا تتكلم مع والدك بهذا الشكل. لن أسمح لكم بأن تسلبوا حقوقي، لن أسمح لكم. إلهي، أعوذ بك من شر إبليس. إن والدك أعطى الفتاة الأجمل لهابيل، وإله والدك قبل هدية وقربان هابيل. سيولد في المستقبل القريب أولاد لهابيل، وسيتفاخرون على أولادك بأن أباهم كان أعلى شأنا منك. يجب ألا يحصل ذلك، يجب ألا يحصل. الحل بسيط، خذ قطعة من الحجر واذهب نحو أخيك واضربه واقض عليه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يا أخي، أعلم أنك منزعج، لكن سأفعل لك كل ما تريد. يا أخي، اختر الفتاة التي تريدها. آه. آه. آه.
إذا كنت تريد أن تلحق الضرر بي فاعلم أنني لا أفعل ذلك معك. لن أمد يدي إليك كما فعلت. ما الذي فعلته أنا؟ ما الذي فعلته أنا؟ إلهي، لجأت إليك. لعنة الله عليك أيها الإبليس الرجيم، لعنة الله عليك. ماذا سيحصل يا آدم؟ ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نصبر على هذا القدر الإلهي، وتذكري أن هابيل مصيره الجنة، وهناك سينعم بنعم ربه التي لا تنتهي. وأبناؤنا؟ إن الله سبحانه وتعالى سيرزقنا أبناء، وستمتلئ الأرض بذريتنا. سيحصل ذلك عما قريب. هل سيحصل ذلك؟ نعم، ثقي بوعد الله وآمني بوعده، فالحياة الدنيا كرمشة عين. ما إن يمضي هذا الزمن حتى نغادر هذه الحياة ونلتحق بهابيل في الجنة. بمقدار رمشة عين؟